أسرار الصيام أما حكمتها هي فائدوينك كتير صومك حكمة كوباد إلهي بينوش يا جاي حكمة لها سوى صدح قيبات أما سرها هي فائدة داسي وفائدة كتير تا صومك أو حق الروح لقفك إلهي وكعاون أيه هي حق شركة هي حق بلشدة إسلامك صدح لبا مركة ولا إلهي وحط المامي صومك إنه قفك السياء وكهله شيء الله يقانا التقوى ده. وما أدراك ما التقوى تقوى لما حدك تقانا وقب أني ماذا يلا عن دير أني ماذا قفك وهلو قاله إن أكرمكم عند الله أتقاكم وشيء أن حريص تأيه ترالها هي نرشك كانت تقوى ده. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وحل دون يينا إلهي كعب سطان وكالا كعب سيقاسي وحوين ويهي درجة لقارو ويهي صوم كالا وهلا فإذا إنك وحا كم إذا صوم كالا وهلا الروحانيات كرو قادة والتدريب للإرادة قفك مسلم كا قوان كيس أيو عربي يا صوم قفكنا قوان كما صارو قفان قوان لهاينو ميلو قسوها قوان لهاين ونفتي سحجين كرينين لغو متلا قلي كرو لكن صامكو قفكا وحو برا إنو نغضا قفكو تلا قلي أو قوان له ونفتي سبريغو سمايا إيه حجية وكا إلهيكو أمانا حديث القسيقة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وحان سيدا قاركا وقال مريبا إلهيو لقفكا صاما دع النذي سيا عبدي سيا همدي بالدراد ديبو داي iyada uu dhareerinayo oo uu jacu hamuumayo cunadii halka taalo iyo haaskiisi ayuu ilaahay daraadi uga hakaday wa qof go'aan leh qofkaasina marka waxa weeyaan waa qof weyn oo ilaahay agtiisana magac kale umada agteedana sharaf kale dadku way aamaanan qofka hunguraanka naftiisa xijin kari waayo waxa la yiraahdaa nin soori ka qaaday waa nin seef ka qaaday iyo qofka hebel waa nin sooreed من نقول يما جعاية ناريس تامد له النفتي سوكا أدقيه فإذا الصدح هذا هو إشعار لنعمة الله هذه العبادة صوم كواحد نقدر أن نعمة إلهي قبر قال الله ينور نوره واي واحد نكون حصوصا نعمة عليه تذكر قريبا وحشرات تذكر واحد عذر كل على الله إلى هذا أن آذو الدرامين الله إلى المرض صامت حنون كأم صنب الله إلى ومحي والتعود على نعمة نعمة ده واحد عادي يقول لقط تطبع اسكع وراء وراء اسكع بقى اسكع نص ساعة يو اسكع قذي يو اسكع عشي يو عنا ذي بكل دلم بين شيء ذا أول قد قاعد شون بقى لكن مركي قاعد شل لجوا تبي قرار إلى هاي وكسوا بحاي قاعد شيء واجبت وعبادة ذا صام كل جوت تجابين يقف كان قاعد شلا أيا عنا ذي أركي أول جيو ساعوني ترى يا عبدي يا وحي أردن أيا لقيت وشي markaas uu arkay gaajo waxay tahay iyo kuleylkeeda iyo nicmadii Ilaahay uu qabay ee laga joojiyay macaankeeda meelana rag galabti markayno afurayn cunaduba tiimaha sharaab kuba kiimaahay uu ka macaan yahay oo uu ka udgoon yahay oo markaad afka saarto alxamdulillaah idaa soo qadimaysaa ama kana laga afxiray marka nicmadii Ilaahay ee markii hore aad ka dhacsanaydeena dareensanayn ba aya horta lagu tusinaya ilaahay baa nicmada ku sii oo caafimaadka ku sii dareen soonka faa'iidooyinkiisa ruuxiga waxa kamida inuu wato aan dhowr arimood ay u baahanahay wadan bidafki ya ducadii la aqbalay ya darajadii qofka loo dalacay dambidafki buu wataa labada rabadaan inta ku ka dhaxaysa nabi maxamed wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka in laga salaabeyo dambiga abaantii hore wixii ka dambeeyay tana ilaahay naga dhaafay allahay naga dhaaf darajada ka weyn ma jirtay ilaahay ku ballan qaado yidhi qofka sooman cid ku halayn maayo si gaar aan u abaal marinaya ilaa culimada qaar kooda yidhaahdeen dadkii ku adu daymaysnayd aakhira ku qabsan lahaa amalada kale way ka fujisanaya sadaqada iyo salaada iyo waxa uu ka qaadan laakiin soomka kama qaadanayaan soomka quramadu kama qaataan bay ilaahay waayo waa miisaadkii dheeraadku leeyahay qayb ka mid ah culimada saa u sharxa marka
درجتنا أولي هاي دمبداف كان أولي هاي تعالى أقبلنا أولي تعالينا الله أقبله نبيك عليه الصلاة والسلام وبعد قف كنت سومي هاي وحكوت راسد حلقف الدعاء هذا الله أقبله قف كمسافر كأ والد كعروتي سود عينا يا يقف كصومة حديث كساعه عصاصا صدح لا دعاء هذا لم يعلي مركو أفرأي أنا الدعاء أولي أنا علين دشانس كان كفى ليسن ودعاء ويا سقوق الحكومة نقان الله كعجب بحمايسة ما أنتي بشان شاركوا العيال اللي والله دقيقة أنا هاهاتي صومك فإذا إن كيسار روح أدب وبدأ يوانته إنه علاس كسارة إنه أدب قبها النهاي قال ذي سين سكونا قال وحذي عديين بق صومك إنه قل لي هاي شركة يجو بارانه روح لما بارانه روح شركة قف كينه قل لي هاي عافية ما تبارن هناك فوائد صحية للصائم صومك كهلي هذا بدل ما أنت لقى عودة كده وحل عدين وكود الدوية هاي صوم وكمل هاي على الشوك شو قصوا ما درج بس كمر كي بهاش على وش هاي كدين وياه ومشين كي ولا نسين وايد بقول عذر بيدت كعبنا يا مركب واحد هضمي قال لنا سوء الهضمي ليفشيت كوكا حماده صوم كاك الدواء ودق دق قيسات درات إلهي درات دي على وش ودق دق قيس مركب على وش ليفشيت كي لعامدي سيو حياة دوية وكبدي هاي صوم إلا ولا نسي قلادة دي ورارتها ولا نسي عذرا ده أطلق عوضة عصر كان روح كم إذا معانك دي كركا كوليسترولك وديك سوبك انت بوا كدو صدح العذرا لقى عوضة صنطة هي سوبك هي سمنة صنطة دوا تي كليها إيو بارك هي وحي كود عيا دي باتة كو هاي صوم كوا كدو سوبك حيدي ده راعي إنا حددت قرحارا مسكحا لدي كفر ما مودنه استاكي لي يحرق الدهون في الشرايين وقبا يا صوم ومركو قفكو قاتش وضع دي كايت كيسي بوديبو استعمالا يا اي بارورتيس سيدو كلا عايلك دو يدا دي نغو اما اسكا ولا اسكا سي نغو ما بدنو عايلك انا صوماليدو اما كوسنانتا وحباو يقانان ببرارا اي برواق وابا الله اسكو امانا وحلي لعضاني كي هبن الكاسو كحقر يا بينا iyey suxuladu iska leefay baruurta iyo subagu inaga waa ama laakiin dadka qaar kood dibada marka aad u baxdo hadaa tiraahdo sanadkan waad naaxday waad adigo habaaro kale ama caay gabadha tiraahdo waad naaxday waad adigo yiri waad gabowdo waad dhibato kale marka simnadaana iyo ayilkana waa ka dawo soom ka waa lagu tala waad inaad ugu tala gashaa kiloyo badan inay ka dhacaan laakiin hadii kiloyo badan ku fuulan sirti waad ka dhacsantahay waxyaabaha u daweeya waxa kamida cudurada maskaxda قلق يسترستك وحن لإذا هذا صوم كو دوية وعبادة راح وطريما قفك يسعادة وحو دوية إدمانك وحن لإذا إدمانك ضدك هذه يترب الودها اللاسي ما يكون لغا كفو قواية يدا إلهي كدوية مركا ضدك بالود لها شاتك سيجارك وحكا سيدر أن هذا الكيدا بينا قد دايو وإن يقفى إذا يستانون يديبوا قلنا قرنين مركا يسواما فوائدك سوا فوائدك قفك وكهلا يفوائد برشادة باتشرة bulshada ay ka helayso koob ay ka tahay naxariis qofkii markuu gaajoodo walaalihii gaajaysnaa buu dareemayaa bidaalik baa bisha ramadaan sadaqadu ay aad u badan tahay sakadi sakad fadrigi sadaqadi kala sunnahay wax bixintu aad bay u badan tahay oo maalmaha masaakiintu way dhargaan nabiguna saasu ha calayhi salaatu wasalaam oo sadaqadi su aad bay u badnayd bisha ramadaan inaynu dhiiqnaaba la doonayaa oo budgetkeenu baas kareynayno iyo waxaynu bixinaynaa uu ka bata intii hore waxa keenaya dareenka qofka uu dareemay dadka walaalihii dhibka haystay markaas uu naxariisanayaa u dabcaya waxa kamida musaawaad baa ku jira bulshada dhexdeeda waa la siman yahay dad marahaba jira dad maal qabeen oo dad meel kale joogay waa tan laga wada simay gaajadii ee leeri wada sooma taraawixdii baa laga wada simay way isbarbar taageen ciidihii bay isu wada imanayaan marka musaawaad ayaa jiro وعبادة لغو سمية ضدك سيدي تي حاج كوكالي وحا كوشرا صوم كوفا إذو ينكيسا بلشادة كاميدا إنو اللي هاي شايق الله يقانو نصري وربا بشر رمضان نصري بولي سيدا أو نحريس دي اللي بلشادة عيسو نحريسا نيسو أيا نصرينا اللي هاي رمضان ضدك مسلمين تا هو بلاها يقوليس بشي يقوليسان شريموي فتا تاريخ الإسلام كتبو آخر دو وحا هذي يجير جهادك وبلاها لغو قوليسان ترى دين نغو سيحانو اينو صومك سادك نون كوبة دلو
saadkoo nuun loo bedelo ma taqaana muxuu noqonaya soom noom wey soomkii ood noom ku bedasho haddaynu inagu noom u fahamnay iyo in la seexdo waa bilaha nasriga la heli jiray ee futuuxaadkii waaweynaa taariikhda islaamka ay heli jireen ee dadka muslimiinta ahi markaas sidaa dhexdooda ay isugu naxariisanayaan ee ay isu saacidayaan ayay cadowgana isu raaci jireen oo ay uga guulaysan jireen bisha ramadaan fawaa'idkeedu saas uu yahay mid aad iyo aada u badan oo ay tahay inaynu jaaniska ka faa'iidaysanno sirtiisana fahamno garananaya inaan gaajada eegine waxaasoo fawaa'id ahoo qofka ahoo bulshada ahoo adduunye oo aakhira ah inay danteennu ku jirto waa inaynu garannaa sidaa daraaddeed baa ilaahay waxa uu ihi yuriidu llaahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra aayaadkaa u dambeeya sheekhu akhriya ilaahay fudayd buu idinla doonaya iyaduu gaajo inagu waajibiyey ayaa uu ihi fudayd buu idinla doonaya isagaa fudayd ku ah haddii aad soomi weydana culayskii iyo cudurkii iyo ciqaabkii baad la kulmaysa wajazaakum llahu khayran wataqabbal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى